اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان الدوله استثمرت مئات المليارات من الجنيهات لخلق بنيه اساسيه قويه من شبكه طرق قويه وشبكه موانئ بحريه وجافه ومناطق لوجستيه واضاف رئيس الوزراء ان الدوله تحركت كذلك في مجال تهيئه مناخ الاعمال من خلال تعديل العديد من التشريعات واطلاق تشريعات جديده ليصبح لدينا قاعده تشريعيه محفزه للاستثمار الدوله المصريه استثمرت وهذه الاستثمارات بمنتهى الامانه لم يكن يعني اي كيان اخر بخلاف الدوله قادر انه يعملها. فكان البديل قدامنا لابد من الاستثمار بمئات المليارات من الجنيهات علشان نخلق هذه البنيه الاساسيه اللي تخلينا النهارده واحنا قاعدين بنتكلم احنا ممكن نعمل كذا اه قادرين نعمل كذا. عندنا الطاقه الكهربائيه اللي تمكننا من ذلك، عندنا الشبكه اللي موجوده، عندنا اراضي صناعه مرفقه وعندنا مجمعات صناعيه جاهزه لو حب اي مستثمر كبير او صغير انه يدخل ويطلب ان هو يشتغل عندنا هذه الاماكن الجاهزه. كان لازم نتحرك في تهيئه مناخ الاعمال وكان عندنا مجموعه من التشريعات اللي ذكرت ان كانت لازم تتعمل لها يا اما تشريعات جديده او تشريعات يتم تعديلها. وهذا هو اللي قمنا بيه.